السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة طبخ سمية. اليوم ان شاء الله غنشوفوا طريقة تحضير بيتزا في الخلاط بواحد العجينة اللي كتجي هائلة وبدون دلك، شي حاجة اللي سهلة والنتيجة ديالها روعة. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في العجين ديالنا، فعندي ملعقه من السكر سنيده، عندي ملعقه صغيره من خميره الخبز، عندي ملعقه كبيره من حليب بودره. الى ما توفرتوش عليه فيمكن لكم تعوضوه بنصف كاس ديال الحليب. غادي نحتاجو كذلك الملح، عندي ملعقه من الملح، وغادي نحتاجو واحد 3 معالق من زيت الزيتون، وغادي نحتاجو 2 كؤوس من الدقيق، وغادي نحتاجو الدقيق باش غادي نجمعو العجين ديالنا، وغادي نحتاجو الماء. فبالنسبه للماء انا هنايا دايره 2 كيسان ونصف ديال العنبه، القياس دائما بهاد الكاس. غادي درت هنا 2 كيسان ونصف. الا كنتو ما غاديش تستعملوا حليب بودره فديروا 2 كيسان ديال الماء ونصف كاس ديال الحليب. صافي، هذه هي المكونات اللي عندنا. غادي نمشيو دابا لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير فغادي نوضع 2 كيسان ونصف ديال الماء في الخلاط الكهربائي، جوج كيسان ونصف، غادي نضيف عليهم 2 كؤوس من الدقيق، نضيف خميرة الخبز، غادي نضيف ديك الملعقه من الملح، ملعقه من السكر، وغادي نضيف حليب بودره. كيف ما قلت لكم الا ما توفرش عندكم فعوضوه بنصف كاس ديال الحليب، ديروا 2 كيسان ديال الماء مع نصف كاس ديال الحليب. ثم غادي نقوم باضافه زيت الزيتون، غادي نضيف واحد 3 المعالق، صافي. وغادي نخلط هاد المكونات جيدا لمدة ديال واحد 3 دقائق ونطلق. وبعد ما خلطت الخليط كيف ما كتشوفوا، غادي نفرغوا الان في واحد الاناء بهذا الشكل، وغادي نغطيه ونخليه يرتاح لمدة ديال 10 دقائق حتى كتبان لي بان ديك الخميرة تفاعلت مع هاد المكونات. صافي، بعد ما مرات ديك 10 دقائق دابا غادي نبدا في اضافه الدقيق. غادي نضيف الدقيق بالتدريج حتى كنحصلوا على عجينه متماسكه. غادي نقول لكم شحال خدات لي بالضبط ديال الدقيق، فما كتحتاجش من هذه العجينه شي مجهود كبير باش اننا ندلكوها، فقط كنضيفوا الدقيق حتى كنحصلوا على واحد العجينه متماسكه. صافي، غادي نستمر بهذه الطريقه ونتلاقاو ونقول لكم شحال خدات لي ديال الدقيق. صافي، كيف ما كتشوفوا بعد ما جمعت ديك العجينه فما كتحتاج منكم لا دلك لا حتى شي حاجه، وشوفوا العجينه ديالكم كيفاش كتجي. وبالنسبه للدقيق فانا خدات لي 4 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق بالضبط، ويمكن تحتاجوا اكثر او تحتاجوا اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم ان القوام ديال العجينه ديالكم يكون بحال هكا، تكون رطبه بهذا الشكل. صافي، دابا غادي نغطيها وغادي نخليها كتخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، ونمروا باش نحضروا الصلصه ديال البيتزا ديالنا. بالنسبه لصلصه الطماطم فعندي 4 ديال الحبات ديال الطماطم، كل وحده قطعتها على 4 كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاجوا كذلك زيت الزيتون، وغادي نحتاجوا واحد الملعقه من الملح، وغادي نحتاجوا واحد نصف ملعقه صغيره من الابزار، وواحد الملعقه كبيره من البابريكا الفلفل احمر التحميره. صافي، هذه هي العناصر اللي عندنا، وغادي نوضعها في واحد الكاسرول بهذا الشكل. غادي نضيف عليها داك الابزار، غادي نضيف التحميره، وغادي نضيف واحد 3 المعالق من زيت الزيتون، وغادي نضيف عليها واحد الملعقه من الملح، وغادي نضيف كذلك واحد 2 معالق من الماء فقط، القليل كيف ما كتشوفوا، درت غير قليل قياس ديال واحد 2 معالق. صافي، غادي نغطي على هاد الطماطم ديالي وغادي نوضعها على عافيه مهيله فهي كتطلق الماء ديالها.
نقصوا عليها العافيه وخليوها حتى كطيب، وغادي نقوموا بطحنها. صافي، بعد ما طابت الطماطم ديالنا فكيف ما كتشوفوا كتولي بهذا الشكل وهي كتطلق الماء ديالها. دابا غادي توضعوها في الخلاط الكهربائي وطحنوها، او كطحنوها غير بميكسر بهذا الشكل حتى كتولي على شكل صلصه. كيف ما كتشوفوا بعد ما طحنت الصلصه ديالي ديال الطماطم، دابا غادي نرجعها على واحد العافيه مهيله حتى كتشرب جيدا وكتولي خاتره. كيف ما كتشوفوا في القوام ديالها كيكون جاري بهذا الشكل، غادي نخليها حتى كتختار ونتلاقاو. بعد ما تشربت ديك الصلصه ديالنا فكيولي القوام ديالها كيف ما كتشوفوا بحال هكا، كتولي خاتره. صافي، غادي نطفي عليها النار وغادي نمروا باش نحضروا الكفته اللي غادي نديروها وسط من البيتزا ديالنا. فهنايا كيف ما كتشوفوا في واحد المقلاه وضعت واحد البصله كبيره مشلضه مع اللحم المفروم، الكميه كتبقى حسب الرغبه ديالكم. وغادي نضيف عليهم القليل من الزيت، وغادي نضيف كذلك الملح، عندي نصف ملعقه من الملح. صافي، وغادي نخلط هاد العناصر ونشحرهم واحد شويه حتى يبدا يدخل في طياب في الكفته ديالنا كيف ما كتشوفوا. ثم غادي نبدا في اضافه التوابل، غادي نضيف واحد الملعقه من الفلفل الاحمر، وغادي نضيف كذلك واحد نصف ملعقه من الابزار، وغادي نضيف كذلك واحد الملعقه صغيره من الكركم، وغادي نضيف هنا عندي الريحان المجفف، يمكن لكم تعوضوه بالزعتر كذلك المجفف. غادي نحكو بهذا الشكل فكيعطينا واحد المذاق لذيذ للبيتزا ديالنا. صافي، وغادي نحرك جيدا وغادي نغطي على الحشوه ديالي ونخليها حتى كطيب جيدا. وفي واحد المقلاه اخرى وضعت هنايا فلفله، عندي فلفله صفراء وفلفله حمراء اللي قطعتها هكا مربعات صغيره، غادي نضيف عليها القليل من الزيت والقليل من الملح عفوا والقليل من الابزار، وغادي نشحرها جيدا حتى كطيب. صافي، بعد ما حضرنا كاع العناصر اللي غادي نحتاجوها، اللحم المفروم، الصلصه وفلفله وكذلك الزيتون غادي نحتاجوه، وغادي نحتاجو كذلك الجبن واختمرات العجينه ديالنا وضعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا. دابا غنمشيو باش نحضروا البيتزا ديالنا. غادي ناخذ العجين غادي نفرغوا من هذاك الهواء اللي فيه بهذا الشكل، ثم غادي نوضعوا فوق سطح العمل اللي غادي نكون رشاه بالدقيق، وغادي نقسم العجينه ديالي لاربعه قطع. غادي ندير ربعه ديال البيتزات، فهاد العجينه تخرج لكم ربعه ديال البيتزات الحجم ديالهم متوسط. صافي، كيف ما كتشوفوا دابا غادي ناخذ واحد القطعه من العجين وغادي ناخذ دلاك او كتخدموها باليد فقط، وغادي تسرحوها بهذا الشكل فالعجينه كتجي مطاطيه وزوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه. صافي، كناخذها وكنحاول انني نمررها ما بين اليدين ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، فما تخافوش منها، ما كتقطع ما حتى شي حاجه. شوفوا العجينه كيفاش كتجي، كتجي رائعه. صافي، غادي ناخذ واحد الورق ديال الزبده غادي يساعدنا، او يمكن لكم توضعوها مباشره في اللاطه، ولكن من الافضل انكم تستعملوا واحد الورق ديال الزبده بهذا الشكل. صافي، كتوضعوا فيه العجينه ديالكم، كتحاولوا انكم ترققوها من الوسط وتخليوا الجوانب شويه غلاط. صافي، وغادي نوضع صلصه الطماطم، كتوضعوا من 3 حتى ل 4 المعالق ديال صلصه الطماطم، وغادي نوضع اللحم المفروم، وغادي نوضع الفلفله اللي حضرناها، ثم غادي نوضع الزيتون. يمكن لكم كذلك ديروا اي حشوه نتوما باغيينها، الحشوه ديال الدجاج او اي حاجه نتوما باغيينها او الطونه. فانا هنايا درت هاد الحشوه كتجي كذلك لذيذه بزاف، نتمنى تجربوها. صافي، وغادي نوضع الجبن، عندي جبن الموتزاريلا اللي خلطته مع الجبن الاحمر. صافي، وغادي ناخذ اللاطه ديال الفرن اللي كنكون مسخناه، يعني حتى اللاطه كتكون سخونه، وكنوضعوا فيها ديك البيتزا ديالنا بهذا الشكل، كتساعدنا بزاف هذاك الورق ديال الزبده. او يمكن لكم توضعوها مباشره في اللاطه، يعني ما كتكونوش مسخنين اللاطه، ولكن من الافضل انكم تكونوا مسخنين الفرن واللاطه على درجه اعلى درجه عندكم في الفرن. صافي، غادي ندخلها الفرن وغادي نخليها تكطيب. فملي كطيب بهذا الشكل غادي ناخذ القليل من الجبن
الجبن ديال الموتزاريلا مع الجبن الاحمر، وغادي نوضعو فوق منها وغادي ندخلها فقط للفرن غير كيدوب هذاك الجبن صافي وكنخرجوها. فهاد الطريقه كتساعدنا ان الجبن ديالنا كيبقى ظاهر فوق البيتزا ديالنا وكيجي مطاطي صافي. هذا هو الشكل ديال البيتزا ديالنا بعد ما خرجتها من الفرن، فكيف ما كتشوفوا كتجي هائله وكتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها. غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها. فغير من التقطيعه كتحسوا بديك العجينه ديالكم باللي كتجي رطبه وزوينه ومهويه. فهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، فكتجي رطبه وخفيفه. نتمنى انكم تجربوها. والجبن كذلك كيجي مطاطي كيف ما كتشوفوا. فهذه هي البيتزا اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وإلى عجبتكم فما تبخلوش عليا بلايك، وما تنسوش الاشتراك في القناه اذا كنتوا اول مره كتزوروها، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده. نتلاقاو في وصفه اخرى مع فيديو اخر. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.